السلام عليكم. يا رب تكونوا جميعا بخير. من أركان الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهقول لكم بعض الأسماء للملائكة ومسؤوليتهم. جبريل عليه السلام وهو المسؤول عن الوحي. ميكائيل عليه السلام وهو المسؤول عن إنزال المطر بأمر الله. الكرام الكاتبون وهم الذين يكتبون أفعال الإنسان من خير وشر. رضوان وهو المسؤول عن الجنة. ودي كانت معلومتنا النهاردة. وده معاد فزورتنا النهاردة. ما هو اسم الكتاب السماوي الذي أنزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هنتظر إجاباتكم.